استوحى البشر من الحيوانات كثيرا من التقنيات لكي يطوروا وسائل النقل والآليات والأدوات. فاستفادت شركة مرسيدس من قدرة الدجاجة على ثبات رأسها مهما تحرك جسدها، واستوحت منها تقنية مثالية للثبات في سياراتها تدعى تقنية التحكم السحري MBC. هذا الثبات في رأس الدجاجة هو نتيجة منعكس دهليزي مرتبط بعين الدجاج، والذي ألهم بدوره المهندسين المصممين لدى شركة مرسيدس العمل بهذه التقنية. دمجت الشركة نظام التعليق لديها مع تقنية مسح الطريق بواسطة كاميرات الاستيريو وأجهزة استشعار ومخمدات مغناطيسية، فيعمل نظام التعليق على تأمين استقرار المركبة وامتصاص الصدمات في أثناء القيادة. أما كاميرا الاستيريو فهي تكشف الطريق حتى قرابة 15 متراً في أثناء الحركة، وتستطيع مسح كافة النتوءات والحفر وإن كانت بسماكة 3 مليمترات وبسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة. ثم ترسل تلك البيانات إلى نظام التعليق الذي بدوره يؤمن قيادة مريحة للسائق. هذه الراحة للسائق قد تجعله لا يخشى المطبات، ما قد يؤدي إلى كوارث هائلة. لذلك وضع المهندسون حساساً لجعل هذه الميزة غير فعالة عند السرعات العالية، كي لا تكون الرفاهية نقمة لحوادث كارثية في حال استخدمت على نحو خاطئ.